ما قلتليش يا ابو علي، ايه اخبارك وايه اخبار المدام؟ تمام يا صبحي، كله تمام، بس في مشكله واحده، مش عارف بحس ساعات انها عايزه تخس حبه صغيرين من وزنها، يعني هي تخينه بس شويه صغيرين. يا سلام لو تقدر تخس كيلو او اتنين او 20 او 30 كيلو. ايوه 30 كيلو ولا يقلوا كيلو واحد ويبقى كله تمام. لو قلت لك ازاي تعمل كده باقل مجهود ومن غير تكاليف كتير وتوصل للنتيجه دي؟ مراتي انا بتهزر يا صبحي. صدق صبحي يا ابو علي، صبحي ما بيهزرش. كل اللي عليك انك تزور مركز الدكتور علاء الدين ناصر. مركز الدكتور علاء الدين ناصر مركز متخصص لعلاج السمنه والنحافه، وكمان علاج تساقط الشعر، وكمان قسم متخصص للعلاج الطبيعي عشان ألام الرقبة والظهر والروماتيزم. مركز الدكتور علاء الدين ناصر 334430 أرض الميري، أمام الباب الخلفي للسنترال القديم، وعيش حياتك بشكل جديد.